أبو أحمد وحبيبي أبو محمد مع مشرفينهم الجميلين ومدير المدرسة الجميل خربنا كل اللي هم مخططين له. شلون؟ لما جينا كلنا يقول أنا عندي قصيدة، واللي يقول عندي قصيدتين، واللي يقول مجهز لك شيء، واللي لكن حنا متفقين من قبل على يعني موضوعنا بنطرحه. فأنا من باب يعني ال وش نسميها الديمقراطية الجميلة بتفق أنا وياهم الحين. ليه؟ لأن أنا يهمني في شغلنا هذا كله أنتم، لكن قبل ما أدخل معكم بس خلوني أرحب حبيبي الغالي بدر العبدان أبو أحمد، الرجل الجميل الذي قدم المسابقات في التلفزيون السعودي لسنوات وأتحف يعني الكثير من الشباب الصغار والشابات الصغيرات في ذلك الوقت، ولا لا يا أبو؟ نعم صحيح. الله الله. نعم. الله أنا فوجئت بواحد من الشباب يقول أمي تعرفك يعني إيه نعم في الإعلام قبل يعني جيلي جيل الأمهات والآباء نعم قبل يولدون أيضا حبيبنا الغالي أبو محمد عبد الله العنقري أبى وأصر إصرارا لا إصرار بعده إلا أن يشارك الشباب اليوم. كان شلون يا أبو عبد المحسن؟ الشرف لنا. الشباب على ما قال بألوانهم الزاهية وعطاءاتهم الراهية يعني ما أشارك معهم لا يمكن. فنقول حي الله أبو محمد. الله يحييك يبارك فيك، وفعلا أنا أصريت لأن هؤلاء هم جيل المستقبل. يا سلام. وهؤلاء من سيقودون رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله. بإذن الله لخير الأمتين العربية والإسلامية بإذن الله. لا مو 2030، 2030 قريبة. لا 30 واللي بعدها اللي بعدها إيه لا اللي خلو قول 30-50 أجل. استدراكك جميل. أوكي. استدراكك جميل لأنها راسخة في أذهان الجميع رؤية المملكة 2030. أي نعم، لأن الآن الشباب اللي يعملون نعم. للرؤية نعم، والرؤية أيضا تأخذ مسار نعم. يتجدد وهذا الشباب الله يسعدهم. الله يوفقهم. حيا الله المشرفين. الله يسلمك يا مرحبا مدير المدرسة. الله يسلم ذا الوجه. يقول الحب في القلب كل يغرسه مخصوص لا صار معك مدير المدرسة. يا سلام يا سلام عبد المحسن تحرجنا دايم. لا بالعكس والله تحرجنا. يقول دور لك في الكلام الزين ما مر وخلها لحبيبك الغالي عمر. يا سلام يا سلام يا سلام علي علي قال قال لا بغيت همك من القلب ينجلي. يا سلام. وحظك بين الناس يعتلي في ناظر حبيبك الغالي علي. الله اكبر. لبى عينك علي. الله يسلم عبد الله. الله يحييك فيصل. تدري اصعب شيء فيصل؟ ايه اصعب شيء في الكلمات فيصل. صحيح. ايه ما له ترى رديف واجد. ايه صح. فيصل ايه اللام الساكنه مش مطيري. خله لا خله مطيري. ابو محمد ابو اسامه. ابو اسامه يقول لا تلحقني في حب الغالي ملامه. يا سلام. لا شفت منها أحلى ابتسامة وإن سألتوني من قلت هذا أبو ابتسامة. يا سلام. الله يسعدكم يبارك فيكم جميعا. طيب شو خلونا نتفق عبد الرحمن، لأن أنا أحب حقيقة أنتم تنبسطون، احنا كلنا جايين هنا عشانكم وعشان كل اللي قاعد يشاهدونا الآن نبغاهم ينبسطون. اللي مجهزين قصيدة يرفعون يديهم. شوف يعني كم واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الآن ستة وعلى طول كذا. وشو أبغى أعيد القصيدة إن ذيك لخبطت فيها الحين حافظها صح. كافو كافو. أنا أقول إيش رأيكم؟ طبعًا في إلا واحد بستثنيه اللي هو عبد الله. عبد الله صح؟ عبد الله بستثنيه ليه؟ عشان السمين. لا والله له ثالث مرة أسبوع ثالث أسبوع ويقول أنت قايل لي الأسبوع الجاي، قلت لي الأسبوع الجاي فهو ما نبهني. فالاسبوع الماضي قال شلون انا قلت الاسبوع القادم انت يعني رسمي. اي هذا رسمي. لكن البقيه وش رايكم لو خلينا حلقه او لقاء قادم يكون كلها قصائد؟ سلام. ايش رايكم انتم؟ ايش رايكم اللي يريح؟ لا اللي يريحكم انتم. انا ودي يوسع صدركم. عندكم قصائد كلكم اللي يريحنا. يا سلام. احنا موضوعنا اليوم موضوع جميل. موضوع شنو ناقصين الشباب؟ وين ناقصين؟ يجونا كل مجهز دله واللي مجهز التمر والحلق. ما شاء الله. وانا مجهز لهم بعد شيء يحبه قلبه. وفي ناس مجهزين عشاء. ما شاء الله. امورنا طيبه اليوم. ما شاء الله. قال اشوف عمر ارتاح وانتشى. يا سلام. يوم جهزت الدنيا عشاء. يا سلام. لا بايد.
صلاح واصلك الخير. السلام عليكم. الله يسعدك. وعليكم السلام. اول شيء صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. هذه هديه بمناسبه فوز الفريق الاخضر، واتمنى انكم تقبلونها. مقبوله. 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 الاخضر المركز الاول الاسبوع اللي راح. تستاهلون. المركز الاول الاسبوع اللي راح يا ابو. قال الزين متى يحضر؟ قال لا تسالوا فيه الاخضر. يا سلام. المركز الاول الاسبوع اللي راح. ما شاء الله. في الاسبوع كامل. ما شاء الله. سلام. تستاهلون. تستاهلون. والازرق. الازرق دائما الاول. شوف لب عينك. هذا ضيع حسبه حلق. عاد ما الواحد يضيع. اسمع حلا. وين الكبار؟ السود. السود. ايه طيب بسم الله. اوه ما شاء الله. السود. قال شكرا. قال الواحد متى يزيد ربحه؟ ايه. قال له جاه طيب ومعه سبحه. سبحه. الله الله. لا ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله. هذه وش هي؟ خلوها بعد شوي. ايش رايك؟ ايش رايك؟ نطلع على الطاوله. ايه خلها على الطاوله. خلوها بعد شوي على اساس ناخذ موضوعنا. اي زين تمر يروح مع ابو شو اسمه؟ عواد. عاد ما نقول عواد صح؟ عشان نعم والله ونعم بالعواد. بيجي مشرف. نعم شكرا. شكرا لك. الله يرفع قدرك. يا شباب احنا موضوعنا اليوم وبسمع منكم واحد واحد. بس اذا بنتكلم كذا ترى نشوش على بعض. الاصوات مفتوحه يا استاذ محمود صح؟ طيب كل الاصوات مفتوحه فبالتالي اي كلام بيشوش علينا فبنحاول ما نتكلم بس بالله. اللي يبي يتكلم بس يستاذن ويرفع. لا بس جميل. احنا بنتكلم يا شباب عن الجوال وعن الايباد. يعني هو في الغالب الجوال والايباد كلنا نحبها ما في شك. شوفوا هذه نعمه من نعم الله عز وجل. الايباد والجوال نعمه من نعم الله علينا. وهذه النعمة ما شاء الله تبارك الله يعني تستحق أن نشكر الله عز وجل عليها. لكن من الشكر أن نستخدمها استخدام إيش؟ جيد ما يضرنا. ودي تجلسون. ليش 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 رايح جاي؟ والله يضيفون ما شاء الله عليهم. إيه لا لأنك الأحمر ينتظرونك الباقي خلهم يجوا مرة واحدة وخلاص شوفهم وراء. اي وش يعني شو نسوي بهم؟ نادوهم شلون معهم؟ اناديهم مره واحده ينزلون حلاهم وقهوتهم معهم ضيافه ينتظرونك تخلص الكلام. قال انا اقول الاحمر وش بلاهم؟ اثرهم ينتظرون ينزلون حلاهم كلهم حلوين. يا يا فريق احمر الاحمر بدر وبندر. بدر بندر تعالوا يا حبايبي تعالوا الله يسعدكم. ابو عواد الله يبيض وجهك. قلامين يقول قال متى تبغى تنتعش وتحس بالزهوة؟ قال له اخذت من العواد احلى قهوة. يا سلام. والله اليوم ترى الصرف واجد. اي لا يستاهلون. ما عليه. والله يستاهلون. وابو عبد المحسن دائما كريم اسطوره. اي بهالشغلات كريم ما شاء الله. طيب ناخذ الموضوع ذا وش رايكم فيه؟ طيب وش ابغى منكم انا؟ الموضوع مو بلي انا ولا للشباب. انا ابغاكم انتم تتكلمون في نقطتين وبشكل سريع. بشكل سريع شوفوا السؤال هو كم تقضي من وقتك مع الآيباد؟ زين جد جد لا حد يلف ويدور. ثم تعطيني أيضا نقطة ثانية اللي هي هل أنت هل شغلك هذا صحيح ولا مو صحيح بكل شفافية. نبدأ من عندك يا فواز. ايه شو اسمه رائد. رائد تقريبا 5-6 ساعات. ايوه العب فيها وكمان امنتج. منتج؟ لا المنتج عمل. ايه تقريبا عمل. ابي يعني 5-6 ساعات تقريبا. يعني هل ترى انها صح ولا خطا؟ لاني امنتج وكمان يعني اضيع وقتي باللعب فانا اشوفها تقريبا حلوه. يعني ليه اضيع وقتي باللعب؟ لاني يعني لاني قعدت امنتج واتعب فلازم اكافئ نفسي. ايوه يا سلام عليك. قلت اكافئ نفسي باللعب مو اضيع وقتي. اي بس عرفت يعني الفكره يا قلبي. اللعب تضيع وقت تقريبا. شوفوا ترى اللعب على فكره ترى انا العب على فكره. ايش تلعب؟ عندي الان لو افتح لكم جوالي فيه العاب العبها. ليه؟ اللعب فيه تسليه للنفس. يعني لا تعتقدون ان
اللعب يعني معاب عندنا، لا بالعكس. لكن وش اللعبة؟ وش فوائدها؟ لأن بعض الألعاب شو تسوي؟ ذكاء، تنشط المخ بشكل عجيب. صح، مثل الألغاز. أنا شفت أثرها. شفت أثرها بشكل قوي، أي واحد مع السبحة يحطها لأن القرقش اللي في السبحة تطلع. عرفت يا شباب؟ طيب إذا خمس ساعات ست ساعات، طيب شغلك صح ولا مو صح؟ تقول صح ما في مشكلة. ها؟ مقتنع. أربع خمس ساعات. تدري ليش أسويها؟ ليه؟ أذاكر فيها من الجوال. صراحة والله العظيم ما أستهبل. مذاكرة. بسم الله عليك الرحمن الرحيم، ما شاء الله. ها؟ ها؟ مو بلي أنا قال مذاكرة نقعد نحط من عندنا، لا أعطوني الصدق. ها؟ نص ساعة أرجع من الدوام، هذا أفتح الحلول وأقعد أحل الواجباتي. خمس ساعات، لا مو خمسة، أربعة إلى خمسة لعب. أربعة إلى خمسة لعب. إيه. طيب شغلك صح ولا غلط؟ ها. ها. فيه وفيه يعني. إيه. حلو حلو ها. هي فترتين قبل البرنامج وبعد البرنامج، بعد البرنامج خف، في البرنامج خفت. نسيت ما استخدم جوالي كثير. غصب عليك يعني. إيه. طيب قبل البرنامج تقريبا قد من 6 ساعات إلى 8 ساعات. سلام من 6 إلى 8. إيه. تقسم يعني أقعد نص ساعة مثلا كذا وأطفيه وأروح أقعد مع أهلي مثلا زي كذا. هذا هذا غير البلاي ستيشن. غير البلاي ستيشن. ها قد صار شيء في الإذاعة تذكر السلام. من 6 إلى 7 ساعات. شغلك كويس ولا في ولا تعتبره غلط؟ في خلل شوي. خلل ها. في الفترة الحالية يعني من 3 ساعات إلى 4 ساعات. وقبل البرنامج؟ 5-6. يعني 3 ساعات؟ الحين يعني. حلو. وش سؤال؟ كيف تستطيع أن تضع باذنجانة معكوسة يعني مباشرة؟ حياكم الله على كل الكلام، هذه بس مننا. والله حظك يا مرحبا. هدية مننا. لب عيونكم، لب عيونكم يا الأحمر. يلا بغيت قلبك يسعد ويسمر خلك مع الفريق الأحمر. لب عيونكم، الله يسعدكم ويبارك فيكم. استريحوا. لا لا اسمع، جيبها جيبها هنا، جيب الزمزميه هنا. أيوة. جيبها هنا. اي اي طيب، لانه الان المخرج شو يقول؟ يقول المخرج قطعوا علينا الكاميرا تقطيع كثير قوي، بس ما كان ياكل، انا اكل عادي. لا لا ها المحمود، قول هذه شاذ لي يا محمود. ها اقول يا الحبيب نبيه محمود راس المال، الله لا يخليه. بس قول هي قول قول قبول 100 ذا اليوم. يقول كلامك عليك مردود مردود مردود. لا صار في حبيبنا الغالي محمود. محمود امسك. لا لا ها ده شو اسمه هو؟ بدر. سم سؤال عندك. سم سؤال عندك. وشو اسال انا؟ سالت. اي ما سمعتك والله. اقول كيف تجمع الباذنجان مع البطاطس؟ طبخة. ها؟ في طبخة. لا. شو اسمها ذيك؟ مصقعة. مصقعة، يا سلام عليك، جواب جميل. الخذران. من ساعة إلى ساعتين. من ساعة إلى ساعتين. قبل البرنامج؟ قبل البرنامج إيه، ساعة ساعتين. والحين؟ الحين ما آخذه. ما أقعد على السوني. استريحوا استريحوا. وش رأيكم تستريحون؟ ما في عشان المخرج ما يزعل علينا. استريحوا حبايبي، الله يسعدكم. الله يسعدكم ويبارك فيكم. كم تقعد على الجو؟ ها؟ أنا. هذا غير بلاي ستيشن. ايه. فواز. انا يا استاذ تبيها من زمان يا شباب. من قبل ولا من الحين؟ ها؟ من قبل ولا الحين؟ شوف يا فواز. اختار. حينما يتبلور زين المسار الارتكوازي على يعني انجذاب الارض في نفس المساحة، هذا اللي أنا أبغاه. ما أعرف بالعلوم. ما تعرفه؟ لا السؤال خلنا على السؤال نفسه. تبيها من الحين ولا زمان؟ نبيها قبل والحين. قبل طول اليوم. طول اليوم؟ إيه. أيوة. بعدين قطعته، بعدين صرت أشغل سوني بس أتفرج فيه. والحين؟ إيه. المساء الجمعة يمكن ساعة ساعتين كذا أقعد عليه ألعب. ألعب وأتفرج. يا سلام. ومنها بعض الأحيان الحين قول إيش صرت خلاص الجوال اللي بالنسبة لي. الفريق الأصفر. الفريق الأخضر. الفريق الأزرق. لحظة شوي، الفريق اللي بيتكلم الآن بنخصم عليه. خذوها كذا. ها. الجوال الحين مسيطر على الكل. مرة
كم ساعة يعني 12 ساعة؟ الجوال كل يوم، اليوم كامل اقعد على السرير وعليه بس. صح شغلك؟ ايه بس. صح ولا غلط؟ صح اذا انا فاضي، اذا انا مشغول غلط. طيب ممتاز. ها يا استاذ، 5 ساعات نصها مذاكرة ونصها لعب. حلو. ها انا يا استاذ بلعب ساعة واحدة بس، وبعدين اسوي كل شيء، بعدين اخلص خلاص. يعني كويس شغلك؟ ايه استاذ. تبغاها قبل ولا الحين؟ قبل وبعد. الحين استاذ العب ساعة بالكثير، عشان لو بكره بداوم نص ساعة، يعني جيم واحد. جيم واحد. ايوه، وزمان كنت العب يعني 6 ساعات 7 ساعات. حلو حلو حلو. ومحمد تعرف سؤال ولا ما تعرفه؟ لا يا استاذ. عن ايش يا استاذ؟ ها؟ عن ايش؟ كي تو جاي، وتو جاي. كم ساعة تستخدم الجوال؟ في المدرسة شو اسمه ساعة ونص. في المدرسة؟ في المدرسة وقت المدارس. لا، وقت المدارس. وقبل البرنامج كم كنت تستخدمه؟ 3 ساعات 4 ساعات. 3 ساعات، كويس يعني معقول. ها؟ قبل البرنامج 4 5 ساعات. يعني مذاكرة، أقلب أشوف. الحين ساعة مذاكرة. ها؟ ساعة مذاكرة ولا فرفشة؟ ها؟ لا، الحين في المدرسة. إيه؟ ساعة باللابتوب إذا كان عندي شيء. إيه؟ إذا ما عندي شيء دقمتين أقلب بعدين أروح. يعني كم مجمل اللي تاخذ؟ ساعتين؟ ساعتين بس مذاكرة واللعب. ها؟ أنا يا أستاذ قبل برنامج ولا كلها؟ أنتم جاوبوني على طول كذا، لا تسألوني السؤال. يا أستاذ اللي قبل كنت أستاذ أقعد تقريبا على الجوال 3 ساعات وعسوني 7 ساعات. لا مو بسبع ساعات، 4 ساعات تقريبا. 7 يعني مجموعها. إيه. والحين أستاذ 2 ساعة جوال. صح ولا غلط شغلك؟ إيش؟ قبل غلط بس الحين صح. ها. أنا والله الفترة الأخيرة أستعمل 3 ساعات كذا، وعقب عاد أذاكر وزي كذا بعد ما أخلص. حلو حلو. إيه؟ ها عبد الله. يعني السالفة وقت البرنامج يعني من 4 إلى 5 ساعات، وقبل السالفة من 6 إلى 7. شو من 4 إلى 5؟ أنت الحين تجي البرنامج متى؟ أجي الساعة 5. تجي 4. 5. مع بداية عمله في البرنامج. قبل البرنامج يتكلمون هم قبل البرنامج يعني. لا، قبل يدخلون البرنامج. قبل يرتبطون بالبرنامج. هو في مدرسته هو الصباح. وين 5 ساعات جت معه؟ بعد ما يطلع من المدرسة. يعني متى ترقد في الليل؟ لين يمون. الليل؟ والله رقدت متأخر الشاب. متأخر؟ الساعة 3 يمكن. يا رجل. والله إجازة الشاب، ما كنا. إجازة. نعدل نوم الشاب. أبي الآن مع المدرسة. 3. والله الشاب. عشان أصلي الفجر وأنام الشاب. عشان ما المدرسة متى تروح لها طيب؟ ها؟ المدرسة؟ ايه المدرسة، اهم شيء صلاة الفجر الساعة. ما اختلفنا، بس تروح المدرسة وانت دايخ. صلاة الفجر الساعة. ايوه. قبل البرنامج كان من 6 7 ساعات. ايوه. مثلا الحين 4 ساعات يوميا. 4 ساعات. 7 ساعات، هل هي صحيحة ولا مو صحيحة؟ قبل؟ ايه. لا. غلط ها؟ بس يعني مع السوني وين؟ تقريبا تجي 10 ساعات. على السوني بس. ايه 10 ساعات بس. ها. بدون جوال. طيب حلو. ها. انا ارجع من المدرسه حل واجباتي خميس وجمعه، العب يا ساعه وساعتين بس. ساعه ولا ساعتين؟ إيه؟ حلو. كمان إيه؟ جمعه وسبت. ممتاز. ويكند بس. اي ويكند. إيه؟ انا ايام يلا ساعه اقل. ما يسوي في الويكند؟ لا ما يستخدم الظاهر ابدا، بس يستخدم الجوال في الايام الثانيه. اما الويكند والله تقريبا ساعة وساعتين نفس الشيء. حلو حلو. ها. ايام الدراسة في الاسبوع ما اخذ جوال ولا سوني، في الويكند تعطيني الوالدة السوني والجوال. ما شاء الله. يا سلام. ما استخدم. يا سلام. يا سلام. ها. حياتنا يا استاذ كلها في البرنامج، نسبة الساعات قليلة في نسبة الجوال، تقريبا 6 ساعات تقريبا. قبل البرنامج؟ قبل البرنامج استاذ ساعة ونص كذا تقريبا، ساعتين على حد قبل البرنامج اقل منها الحين. اوكي. 7 ساعات كذا تقريبا. 7 ساعات. ايه تقريبا. ايش رايكم مشرفينهم؟ صلى على محمد. ايش رايكم في اللي فوق 6 ساعات؟ يعني يستخدم الجوال؟ ايه، ولا البلاي ستيشن وذا كلها جميع. والله شوف، هي عادة خاطئة.
انه يضيع وقته على الجوال. وكذلك هي الان عاده قد هي الان في المجتمع، هي في المجتمع الان تعتبر عاده طبيعيه، لكن المجتمع لازم ينور انها عاده خاطئه جدا حتى على كبار السن. جميل، لازم يقننون عدد الساعات. طيب انا الكلام ده ترى ما يقنع على فكره. لبيك كلامك انها يعني كذا مو مقتنعين، ما عليهم منك، انا ابغى اقنعهم. ليش؟ انا ابغى الشباب يقتنعون انه لابد تضبط امورك مع الجوال والايباد والبلاي ستيشن. غصب ابغاه هو ينطلق من ذاته. والله شوف زي سليمان الان، انا اقول الضغط ولا الشيء الاكبر على الوالدين انهم يركزون في الاولاد والتقنيه عندهم والجوالات والايبادات، انهم يمنعونها زي ما قال سليمان، هم ياخذونها من ايام الدراسه ويعطونهم في الويكند، هذا الحل الاقرب. ما مساله انها تكون من الطالب نفسه، ما اتوقع. جميل، ما اتوقع. انا اشوف ان ست ساعات حسب وش يستخدمها فيه هو. يعني بعضهم طلع دراهم لهله في الست ساعات في السبع ساعات هذه، فاذا كان هو مستفيد يعني سواء لهله ماديا او ثقافيا او شيء يطوره، ما عندي مشكله ياخذ ست ساعات سبع ساعات، لكن وش يستخدمها فيه؟ هذا المغزى. طيب اذا قالوا لك انه يوميا يحصل 10,000 ريال، زين؟ نعم، لكنه بعد خمس سنوات سيحتاج يصرف على نفسه علاج. الحين الشيء المرتبط كله الكترونيا الحين، ما يخالف، هذا عمل. يعني حتى الفلاح لو يشتغل في المزرعه يوميا ست ساعات بيعالج ديسك. لا، يشتغل 10 الفلاح. اي بيش بيعالج ديسك بعد 10 سنوات. احنا نتكلم عن انه هو اذا كان يطلع شيء كويس وماخذ فايدته سواء علميا ولا ماديا، انا ما عندي مشكله ياخذ ست ساعات. يرد عليك ابو محمد في قضيه الديسك هذه. شلون يعني معي ديسك؟ مزارع؟ لا، هو يقول مزارع. مزارع لو يشتغل 20 ساعه ما شاء الله، لانه جهد بدني. والمزارع ايضا يعني انا بحكم اني ولد مزارع، ولد فلاح، اشتغلت في الفلاحه وفي الزراعه وفي رعي الغنم، من واقع خبره اللي يشتغل بيده وبجسمه تجد صحته زينه. صح، ولا يجيه لا ديسك ولا شيء، لانه اصلا هو ما يجلس على الارض. صح. من اللي يجيه ديسك عاده؟ اللي يجلس على كرسي. اما الفلاح، ما قد خبرت من وانا صغير ان فلاح يوجع ظهره. يمكن يوجع ظهره مثلا شايل شيء ثقيل طايح من خله الى اخره، اما العمل البدني، العمل البدني هذا ما يواجه فيه الفلاح اي شيء، بل بالعكس يكون مرتاح نفسيا. ما شاء الله. اما صحيح. الديسك ما فيه شيء اسمه ديسك عنده. طبعا ضرب مثال يعني، مو هو بشرط. لا لا، انا كلامك جميل كالفلاح. بعضهم يجيه ديسك، لكن وش يجيه منه؟ شايل شيء ثقيل. بس شفت النقاش اللي تقوله انت الحين؟ جميل، ترى هذا اللي احنا نبغى نوصل له. لان انا ابغى نبغى نسمع الاراء كلها ثم ناخذ احنا شيء يخدمنا جميعا. بس صحيح. هذا اللي ناخذ المحصله. شيخ عمر الله يطول عمرك، انا اقول والله ست ساعات خمس ساعات وقت طويل مره. اول شيء الالعاب الالكترونيه دائما تشدك، فممكن تسبب لك مشاكل في كهربة الجسم وما إلى ذلك. نعم. الشيء الثاني صحيا حتى على العين والنظر شيء ما هو بكويس. لكن لو يقسم مثلا الساعات اللي إذا هي خمس خلاص هو ناوي إنه يلعب خمس ساعات، على الأقل يحط بينها فواصل، يقرأ كتب. إذا مرة وهذا دور الأب والأم إنهم يعطونهم ألعاب ممكن تنمي العقل أكثر من اللي تشد، مثل ألعاب الحروب وما إلى ذلك. فأنا أشوف والله خمس ساعات كثير جدا على الشباب. ايش رايك؟ انا اشوف صراحه يعني مع تطور التقنيه الحين في كل مكان. المايك شغال عندك؟ شوف، تاكد. تاكد المايك. اقول مع التطور اللي صاير شغال الحين. اي شغال. يعني في كل مكان صار التوجه تقني يعني بحت. حلو. ف سالفه يعني اغلب الشباب لو نسمعهم يقولون اخذ بريك او اكافئ نفسي بست ساعات خمس ساعات مثلا على البلاي ستيشن او على الجوال، الحل هنا هي انا اشوف ان الحمل الاكبر على الوالدين او على الاخوان الكبار اللي في البيت. كيف اني انا اقدر اخلي ولدي يستغني عن الالعاب الالكترونيه بشيء بديل له، على مثلا يعني العاب حاجات شيء تثقيفي للولد، اني يكون بديل له حتى بنفسه هو. الولد اصلا يترك الالعاب الالكترونيه هذه مهمه الاب والام. الام والام ابي مهمتهم هم الان، انا ابغاهم هم يقتنعون، وهذه مهمه جدا.
أبو